إيمانا منا بحجم المخاطر التي تحيط بنا، وسعيا منا لتخفيف أضرارها. وجدت ولاء، ولاء منا لوطننا وعملائنا. الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء. تعد السوق السعودية من أنشط أسواق التأمين نمواً في منطقة الشرق الأوسط، ففي الأول من يوليو من العام 2008 شهدت السوق السعودية ولادة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء. وفي سوق مكتظ بالمنافسة، تم الترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء، لتنطلق في عالم صناعة التأمين بخبرات علمية عالمية ومهنية عالية، منافسة بذلك مثيلاتها في السوق السعودي. بدأت الشركة السعودية المتحدة للتأمين ولاء من حيث انتهى الآخرون، بتقديم حلول متكاملة من منتجات التأمين كافة، ما حولها إلى وجهة تستوعب احتياجات عملائها من القطاعين العام والخاص. ولم يقتصر دور خبرائها في بيع منتجات التأمين فقط، بل تعداها إلى تقديم الاستشارات للعملاء والمساهمة في زيادة الوعي التأميني في المجتمع. Well, I got a license to practice insurance and reinsurance business from Saudi Arabian Monetary Agency SAMA in 2008. With a paid-up capital of 200 million Saudi Riyal, we started our operation in February 2009. We have a very professional board that interacts with the management on a regular basis. We have a Sharia board which review our products as well as investments. We got our financial rating B++ affirmed for a second time very recently. يعتبر قطاع التأمين رافداً مهماً من روافد الاقتصاد السعودي، ومن خلال النمو المضطرد لهذا القطاع ولوجود الحاجة الماسة إلى تنظيم هذا السوق، فقد كان لمؤسسة النقد العربي السعودي الدور الهام في تنظيم السوق وتطوير بنيته التحتية من خلال سن القوانين واللوائح التنظيمية، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء بشكل عام وحفظ حقوق المؤمن لهم. بعد تأسيسها في يوليو من العام 2008 كشركة تأمين وإعادة تأمين برأس مالي يقدر ب200 مليون ريال سعودي، حصلت الشركة السعودية المتحدة للتأمين ولاء على الموافقة الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين لبيع منتجات التأمين العامة والصحية في فبراير من العام 2009. وما يميز ولاء ويطمئن عملاءها هو توافق منتجاتها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. من أهم أهداف وتطلعات الشركة أن تكون واحدة من أهم وأفضل شركات التأمين الرائدة في صناعة التأمين بالسوق السعودي، وذلك من خلال تقديم منتجات التأمين حسب احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية أو الأفراد ولكافة شرائح المجتمع. تعتبر العناية بالعملاء من الأولويات القصوى، بل تكاد تكون العصب الرئيسي في علاقة الشركة بعملائها، من خلال تحفيز علاقة الشراكة بين العملاء والشركة لخلق علاقة متينة مبنية على الثقة والاعتماد المتبادل على المدى البعيد. من أهم إنجازات الشركة السعودية للتأمين التعاوني تحقيقها للتصنيف العالمي B++ من خلال شركة التصنيف العالمية AM Best عامي 2012 و2013 بمعدل جيد، وحصدت تصنيفا ائتمانيا
بي 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 بوضع مستقر، ما يعزز لعملائها حماية ممتلكاتهم بأفضل منتجات التأمين حسب المعايير العالمية، متبوعة بخدمات ذات جودة نوعية متميزة تلبي احتياجات عملائها. خدمة العملاء كانت هدف رئيسي عندنا في ولاء، ولإنجاز هذه الخطة أوجدنا مراكز خدمات عملاء متفرقة وسهلة الوصول. تم تدعيم هذه المراكز بكادر سعودي مدرب تدريب عالي جدا، إضافة إلى ذلك استخدمنا أعلى وسائل التقنية والتكنولوجيا في التواصل بين الشركة والعميل. السعي إلى التميز هو هدف رئيسي للشركة السعودية للتأمين التعاوني ولاء، ولتحقيق هذا الهدف كان لزاما على الجميع المساهمة بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف من خلال إيجاد مراكز خدمات العملاء والتعويضات بمواقع متفرقة وسهلة الوصول. وفي سباق مع الزمن تم من خلال هذه المراكز تم استقطاب الكوادر البشرية المدربة تدريبا عاليا والمتسلحة بأحدث النظم التكنولوجية التي تسهم في إنجاز الأعمال بدقة متناهية وبوقت قصير جدا، فروح المبادرة للاتصال بالعميل هي الأسبق في إيجاد الحلول السريعة. اعتبرنا نحن في ولاء كل عميل شريك لنا بالنجاح، وجيرنا هذا النجاح على مبدأ الثقة المتبادلة بيننا وبين عملائنا المباشرين وغير المباشرين كالوسطاء والوكلاء، بخلق علاقة استراتيجية مبنية على الشفافية بيننا وبين شركائنا ومعدي التأمين الداعمين لنا. لم تكن السعودة فقط في يوم من الأيام مطلبا أو حاجة، بل كانت هدفا استراتيجيا من خلال توطين الوظائف والعمل بشكل جدي على تطوير جيل يواكب الركب. ففي خلال الأعوام السابقة استطاعت ولاء خلق 413 فرصة عمل للجنسين من ناحية الكم والنوع، بحيث يمكن لهؤلاء الشباب أن يكونوا لبنة وعمادا لصناعة التأمين مستقبلا. تعتبر السعودة هدفا استراتيجيا لدى ولاء، فقد حققنا النطاق البلاتيني لدى وزارة العمل، واستطاعت ولاء خلال الأعوام السابقة خلق أكثر من 413 فرصة وظيفية لكل الجنسين لكي يكونوا لبنة من لبنات المستقبل في صناعة التأمين بالمملكة. ويعتبر التدريب أحد أهم روافد التوظيف بالشركة، فقد أقامت الشركة العديد من الورش والدورات التدريبية الداخلية والخارجية لتدريب موظفيها وفق منهجية واضحة لكل موظف وحسب احتياجات الإدارات والأقسام المعنية. سعد علي الشمري، التحقت شركة ولاء للتأمين عام 2010. منذ دخول الشركة وجدت بيئة عمل رائعة محفزة ساهمت حصول الشركة على دورات داخل المملكة وخارجها، عشان نقدر نقدم خدمة مناسبة ومميزة لعملاء الشركة توضح الوجه المشرق للشركة إن شاء الله. من نجاح لنجاحات، وبثقتكم يكون نجاحنا. الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء، كما يجب أن يكون الولاء.